خالد عيسى يمكن واحد من أهم العوامل الرئيسية في نجاح الفريق خارج وداخل الملعب. يعني هو مع بندر دورهم دور كبير صراحة في كل شيء، في الـ في الـ في الـ يعني هم أكثر اللاعبين خبرة، هم لهم دور كبير مع اللاعبين. خالد عيسى يمثل حالة خاصة في العين، يعني جبل حفيت مثل ما يلقبون العيناوية، هو فعلا كان سد منيع لكل الكرات. خالد عيسى إذا اليوم الكل قيمه كحراس بطولة آسيا هو الأفضل على الإطلاق بدون منازع. خالد عيسى أدواره في كل المباريات كان له دور كبير في إنقاذ الفريق والوصول إلى نتيجة إيجابية. خالد لو سألتك شو أهم العوامل اللي وصلت العين إلى المنصة اليوم وإلى العودة إلى الواجهة من جديد، رغم أن كثيرين شككوا في العين في مراحل كثيرة في 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 وسط البطولة، لكن العين كان عنده هدف وحقق الهدف اللي يبغاه. شوف أخوي يعقوب، عشان أكون صريح معاك، في أي مجال سواء مجال الرياضة أو حتى المجال الحكومي، إذا القادة أو مدراءك أو اللي أعلى عنك خبرة في المجال الرياضي والإداري أعطوك الثقة في وقت الأزمة وفي وقت الخسارة قبل الفوز، أعرف وتأكد أن هذيل الأشخاص يبون مصلحتك، وأعرف وتأكد أن هذيل الأشخاص يثقون فيك ثقة عمياء حتى لو وصلت لدرجة أن الجميع يطالب بخروجك من النادي. الشيء الرئيسي والشيء الأساسي اللي خلاني أرجع لمستواي في الوقت المناسب اللي احتاجني فيه الفريق واحتاجني فيه جمهور العين والجمهور، الله حق بكل أمانة هذا الشيء، يعني أنا كنت أقوله قبل، ويمكن لو تسمح لي أني أنتهز هذه الفرصة وأقوله قدامكم وقدام اليوم الملايين اللي يتابعون هذا البرنامج. بكل أمانة سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد، أبو هزاع محمد بن ثعلوب، أبو هزاع محمد المحمود، حمد بن خيرات، بكل أمانة يعني خالد اليوم كان عبارة عن شخصين في هذا الموسم، ومو بعيب الواحد يوم يغلط في كرة القدم أو يتعرض للدروب، لكن اللي عيبني في هذه الأشخاص اللي ذكرتهم، وفي أشخاص كثار يعذروني أني ما ذكرتهم في الموضوع هذا، لكن الشخص اللي كان موجود في الدور الأول وصلوا لدرجة ناس 90% شككت فيه، ويمكن وصلت لدرجة أنه قالوا بدلوا خالد. هذه الأشخاص هم اللي وقفوا معي، هذه الأشخاص بالعربي قالوا لي ما عليك من أي انتقاد يصير، نحن نثق فيك ونعرف متى بترجع وكيف بترجع. فاللهم لك الحمد أن الله قدرني ورجعت في الوقت المناسب بعزيمة الشباب، وقفة الشباب مثل ما قال بندر. اليوم غرفة الملابس بصراحة تفرق كثير في الفريق، وهي اللي ترجح كفة الفريق عن الثاني. اللهم لك الحمد، خسرنا وايد بطولات لكن الله عوضنا في هذه البطولة الكبيرة.